فكرة الحديث عن الأعلام بشكل عام، لا احنا تعالي نخصصه الجيل اللي هو المفروض يشارك دلوقتي، اللي هو بنتكلم عليه في بداية الألفينات، اللي عنده 18 سنة مثلا، وفوق العشرين، وفوق العشرين. يعني الجيل ده بنتكلم في الألفين كان من سنة 3 سنين لـ4 سنين. ده ممكن تقولي لي 3-4 برامج كانوا بيوجهوا الطفل ده وبيحسوه وبيزرعوا فيه الحس الوطني؟ ولا برنامج، مش بس برنامج. فعايزه تقولي انه طبيعي احنا بنحصد اهمالنا للجيل ده حقيقي. ولا زال يعني احنا بقى احنا لازم نتدارك ده دلوقتي، مفيش اي حاجه موجهه دلوقتي ولا تزرع يعني الوطنيه في الجيل ده، بالعكس يعني ده العكس تماما. ده بيستقي ده بيستقي يعني معلوماته وكل افكاره من السوشيال ميديا، مدارس الانترناشونال، ده طبيعي يعني بقى خلاص انتمائه للامريكان لغيره. في حاجه عايزه اقولها لك يا سمر، يعني طول الوقت كنت كان ده السؤال اللي محيرني، اقول يا ربي احنا يعني لو حد سالك تحبي بلدك ليه، فيبقى عندك اجابات بعضها عاطفي وبعضها عقلاني. أنا متهيألي أنه لأنه سؤالك مهم جدا، ولأنه يعني تفكيرك في منتهى النضج، أنا شايفة كده أنه الجيل ده إذا احنا عايزين نقوله خليك وطني، ينفعش نقوله اصحى الصبح روح خليك وطني، لكن ينفع أقوله أنه في أسباب منطقية كتيرة في تاريخ بلدك حبها واحترمها وقدرها، وفي أسباب بتحصل دلوقتي لصالحك، افهمها وشارك فيها وكون جزء منها. فزي ما أنت بتقولي مش بس بالبرامج، لكن بإحساسه هو أنه هو جزء من صناعة الحاضر على الأقل. وده لازم يستقي، يعني هو الطفل أو يعني أطفال، خلينا نتكلم عن أطفال اليوم وشباب المستقبل، ده إن لم يغمر بالوطنية يعني لحد هنا، لا ما تنتظريش انك يعني تعصر الاسفنجه تنزل صح. يعني ما ينفعش تعريف الوطنيه قطرتين وطنيه. تعالي نحط تعريف للوطنيه عشان يعني يبقى في بدايه اليوم كده نرد على المزايدين. اول حاجه لازم يعرف تاريخ بلده. احنا دينا ما حلتناش لا اموال الخليج الطائله ولا عندنا تقدم الدول الصناعيه الكبرى، احنا ما حلتناش غير تاريخنا وثقافتنا وهويتنا و يعني ناسنا العظام وتاريخنا العظام. فلازم نعرف ده. يعني انت لو جبتي اي طفل دلوقتي، او خلينا الطفل ممكن يكون حتى على اعتاب المراهقه، وتقولي له مين شخصيتك المفضله، كلنا عارفين ايه اللي متصدر له من الافلام اللي نقول عليها ايه، يعني افلام لا ترقى لمستوى الرؤيه.